دي الصور يا شباب اللي هنشتغل عليها في درس النهاردة ان شاء الله. طيب الصور دي حملتها منين؟ حملتها المرة دي من جوجل، يعني معظمها من جوجل، وجبنا بس صورتين او ثلاثة تقريبا من اي ستوك. طيب خلينا نخش سريعا. اول حاجة هعملها هفتح المقاس بتاعي وهو هيكون بالبكسل 2000. هشتغل المرة دي 2000 في 1800 عشان يكون الديزاين عرض شوية، في ريزوليوشن 200. تمام. طيب خليني هاخد اول صورة معايا وهي الصورة بتاعت البيت، طبعا انا قصصها جاهزة عشان وقت الفيديو. وركزوا يا شباب انا قصيت ايه، انا كل اللي قصيته الجزء ده فقط. طبعا انا هسيب لكم الصورة دي مقصوصة جاهزة برضو عشان ما تتعبكوش في القص، احنا بس استكفينا بالجزء ده وشلنا ايه الحاجات الباقية اللي حوالينها والسماء كمان مش محتاجينها. طيب اول خطوه او تاني خطوه هعملها هتاكد ان انا عامل كونفرت، ولو مش معمول هعمل كونفرت عشان لو صورنا او كبرنا زي ما قلنا قبل كده. وهجيب معايا الصوره بالشكل ده، طبعا الكواليتي بتاعتها كويسه جدا. هبدا اصغر اهو، هروح للصور وهجيب صوره الارضيه بالشكل ده، امسك الارضيه هنزلها لتحت بالشكل ده، وممكن يعني اكنزها كده على قد ما اقدر بالشكل ده. وهبدا اظبط شكل المطعم، مش عارف انا قلت عليه بيت ازاي اول ما بدات، معلش. وهبدا اضيفه بالشكل ده. طيب هرجع للصور وهجيب معايا صوره الشخص اللي هي دي. وعلى طول لو انت فوتوشوب ال21 هتلاقي حاجه اسمها كويكسل، انا اسف عشان برضو خطوه لازم تبقوا عارفينها، هيلب، وبعد كده فوتوشوب هيلب، وبعد كده الكويك اكشنز، وبعد كده ريموف باك جراوند ابلاي. ده يعني سريعا كده بيحذف لك الباك جراوند بتاعت اي حاجه او بتاعت اي صوره يعني اهو. وبعد كده هعمل كونفرت تو سمارت عشان ما يبكسلش مني، هصغر شويه وهشده معايا اهو، وهبدا انزله ورا اللاير بتاعت المطعم بالشكل ده. تمام ركزوا بقى في الخطوه دي، خلينا اطلعه فوق الاول واقلل الاوبست عشان اشفه، انا اسف، وابدا يعني اظبط دراعه اللي احنا هنطلعه فوق المطعم، يعني هنخلي اللاير بتاعته تبقى هي اللي بره، بس هظبط الدراع اهو. تمام خليني انزل بيه سيكا او اكبره هو سيكا. تمام. طيب ركزوا معايا بقى، انا كل اللي هعمله هجيب البيل تول وهقص الدراع اللي هنا فقط. انا اسف اهو. بالشكل ده هقوم لفوق كده اهو، واخد الدراع ده في اللاير، يعني هاخده كوبي بالشكل ده، وهقوم منزل الشخص تحت المطعم، فالدراع هيبقى معايا فوق المطعم بالشكل ده اكنه يعني ساند عليه، وممكن اتحرك بيه بقى في اي مكان مش هتفرق في حاجه. اظبط بس زاويه جسمه، او خلينا نخفي اللايرين بتوعه الاول. تمام ونمسك المطعم كده، يعني انا هدوس كنترول وهبدا ايه اعليه بالشكل ده على اساس ان القعده من تحت تبقى ايه تبقى مظبوطه، لان انا لو رجعت كده انت يعني الشخص اللي صور المطعم ده كان ماسك الكاميرا ورافعها فوق السيكة، يعني فالتصوير او الكادر جاي من تحت شويه، وطبعا الصوره بتاعت الارضيه متاخده من الامام قوي يعني من قدام كده، فاحنا عايزين نظبط القعده. طبعا الكلمتين اللي انا قلتهم دول حاجه في الكادرات كده، الناس اللي فاهمه تصوير هتفهم على طول. فخلينا ايه نحاول بس نظبط القعده بتاعه المطعم مثلا بالشكل ده، وارجع ايه اظهر اللايرين عادي بتاعه الراجل او الشخص اللي احنا هنستخدمه في الديزاين. تمام فا اوكي. طيب انا عايز بس اكبر مقاس الديزاين شويه من فوق. تمام خلينا نقول ان كده اوكي. طيب ونرجع نشوف الصور اللي معانا، انا هاخد صورة السماء دي بالشكل ده، اخليها تبقى هي اللي فوق اللير بتاعت السماء اللي تحت، وممكن اشدها كده
تمام. وركز معايا، انا محتاج اللون بتاع السماء الاساسيه اللي معايا بتاعه الارضيه تكون موجوده برضه، تمام. بس احنا كنزناها، فانا هعمل ايه؟ هروح اعمل سيلكت على الجزء ده بتاعه الليير الاولى خالص، وهروح اعمل راسترايز وهحذف السماء خالص منها، وهروح جايبها تاني بالشكل ده عشان اخد بس الجزء اللي هو بتاع السماء، والبيوت يكون شكلها مش متكنز، يعني يكون شكلها طبيعي اهو. يعني ايه متكنز؟ يعني الصورة عاملة كده اهو، مضغوطة كده، فاهمين؟ انا ايه هبدأ ممكن اطور البيوت شوية، ما عنديش اي مشكلة اهو، وهبدأ اظهر السماء بتاعتي. وركز معايا، انا هجيب الاستيكة على السماء الزرقاء، حلو، وهقلل الفلو هو 13 اهو، وهبدأ احذف بالراحة كده من تحت على اساس ان انا ايه، شايفين؟ يعني انا هنا عشان مكبر السايز بتاعت الاستيكة، الخط بتاعت السماء اللي ورا ظهر، فانا هرجع هقلل السايز وهبدأ ايه، احذف بالراحة اهو، شايفين؟ انا محتاج اخلي الاصفر اللي على اليمين ده يكون ظاهر بالشكل ده، هيديني شكل كويس جدا. طبعا شايفين الخط، احاول مرفعش ايدي لفوق، يعني خليني براحتي، تمام. كنترول يو للسماء الزرقاء، احاول اخلي لونها يكون واخد الدرجه دي شويه، وهقلل الساتوريشن شويه بالشكل ده، وممكن يعني اللايت مش يعني 3-2 حاجه كده بسيطه قوي، اتنين كويس. طيب زي الفل. الخطوه اللي بعد كده هي الساندوتش، خليني اخده اضبط مكانه. اهو بالشكل ده. كمان الكوكاكولا هنشيل بس منها الشادو اللي على الجنب ده، ملوش لازمة خالص اهو، وهعمل لها كونفرت تاني، وهبدأ ايه اجيبها في الاتجاه ده. طبعا انت كده هو يعني تقريبا ظبطت الديزاين وابعاده والشكل وكل الكلام ده، ما كملناش وقت، فاحنا يعني دي اهم حاجه، ان انا مش عايز احسسكم ان الموضوع كبير. يا جماعه الموضوع مش كبير والله، اي ديزاين بتشوفه احترافي قدامك لو ركزت في الخطوات او شفت الخطوات اللي تنفذ بيها الديزاين ده هتحس ان الموضوع سهل. فبالله عليك ما تعقدش نفسك، لان الموضوع يعني مش مستاهل. طيب هنيجي بقى للاجزاء المقطعه بالبنتول وشكل العربيه والكلام ده، كل الحاجات ده احنا هنحاول نغطيها. الصوره دي انا حتى والله يمكن كسلت احملها بكواليتي عاليه، لان انا مش محتاج الكواليتي العاليه ولا حاجه. انا كل اللي هعمله هشيل بس اللوجو بتاع شاتر ده، وهعمل كونفرت، وهاخد الصوره معايا اهو المكان ده. ممكن عشان القطع اللي على الشمال ادوس الت واسحب، فهعمل كوبي واروح عاكس الشكل ده كده على اساس ايه، ان هي تديني شكل الطول. وبعد كده كنترول تي، وهروح نازل بالجزء ده شويه اهو، اصغر شويه، وهجيب استكتي امسح الحاد الموجود من على اليمين ده، وفي الناحيه الثانيه امسح الحاد الموجود، بس خلينا اعلي الفلو شويه عشان المسح يبقى معايا اسرع اهو، تمام. وبعد كده امسك الاثنين اغطي بيهم الجزء بتاع العربية ده على قد ما اقدر، همرج الاتنين، هعمل لهم مرج، تمام. وبالراحة كده هحاول احذف اهو، لا انا عايز ده كله يبقى مغطي بصراحة، تمام. طيب الحاجات دي انت لو رجعت لورا كده بعد الشادو والظل والحاجات اللي هنعملها، هتلاقي ان الموضوع مش باين خالص زي ما انت شفت كده ان شاء الله في الايه، في الديزاين اللي انا كنت منزله. طيب هعمل كوبي يعني اهو، وكنترول تي، وهسحب كده الشجر للناحيه دي، تمام، وهبدا احذف من على الشمال شويه. وفي هنا باب المفروض انا مش هقرب ناحيته، يعني انا بس عايز اغطي على الجزء بتاع العربيه، تمام. طيب خلينا نمرج الاثنين مع بعض عشان يبقوا مع بعض كده بالشكل ده، وخلينا نروح للصور. هجيب شكل الشجرة اللي هي دي
وهروح منزلها من تحت ايه الشكل اللي احنا عملناه. يبقى احنا كده اصبحنا ايه غطينا تماما على العربية، محدش هيشوفها يعني. ممكن اخد الشكل ده كمان، هشيل الباك جراوند البيض عادي بالماجيك كده بالشكل ده، وهبدأ اصغر وهبدأ يعني اشوف لها مكان هنا كده في الجزء ده او في اي جزء مش فارق، او لو انت شايف ان ملهاش لازمة عادي يعني براحتك. تمام. طيب احنا ممكن نعمل ايه في الحتة دي؟ احنا ممكن نجيب البنتول ونقف على اللاير بتاعة المطعم ونروح رسمين مثلا شايفين انتوا الجزء بتاع اللي هو عارف بيتسمى ايه الحتة دي، عايزين بس ايه نكملها يعني، لان انا حاسس ان هي مقصوصة. فاهو رسمتها اهو، وممكن بالاداة اللي هي دي ادوس كليك كده او الت من الكيبورد كليك كده، وبعد كده هبدأ امشي واحدة واحدة بالشكل ده، بس يعني حاجة خفيفة قوي. بس هخلي الشجرة تبقى اتقل شوية على الجزء ده اهو، هفضل كوبي لحد ما تتقل معايا بالشكل ده، وارجع اجيب الاستيكة معايا وامسح بالراحة جدا في الحتت دي. فلما ترجع لورا كده وتبص على ديزاين من بعيد هتلاقي ان الحاجات دي ايه يعني مش باين. حاول بس ايه نبين الحديدة دي بس كفاية كده. تمام. بعد الشادو طبعا كل الكلام ده طبعا الجزء اللي تحت كله اصلا هيختفي يعني، هتشوف انت بعد كده ممكن نعمل ايه. طيب نشوف الصور اللي معانا ونشوف احنا معانا حاجة تانية ما ظنش. فنشتغل بقى على توزيع الاضاءة وعلى الشغل اللي احنا هنعمله. طيب اول حاجة انا هعمل لايت من اليمين، فاللايت اللي من يمين زي ما قلنا في درس قبل كده، خليني اشرح لكم تاني عشان الناس. مثلا هجيب الاحمر الاستيكة التقيلة ازود البلو. طيب الاضاءة بتاعتي هتكون، خليني اطلع فوق خالص، هتكون جاية من هنا كده تمام، الاضاءة من اليمين، فهتبدأ تعمل انعكاس في ايه في اي حاجة بقى موجودة يعني، على السكين بتاعت الشخص، على جسمه، على المطعم نفسه من هنا، على اي حاجه تكون ايه، على حتى الكوكا كولا بس من الظهر بقى مش من الوش مش من قدام، تبقى في الظهر من ورا في الحته دي كده. فطبعا الاضاءه احنا هنشتغل عليها من اليمين. فاول حاجه هعملها هعمل نيو لير، وهجيب البرش وهختار الدرجه اللي شبه الشمس شويه، وهعمل دبل كليك هنا كده في الجزء ده، وهروح منزلها وعامل سكرين او نشوف ايه افضل يعني افضل اضاءه الكالر دوج كويس. تمام. وممكن اكبر او يعني زي ما انت حابب بقى، بس حاول تخليها في الهادي يعني. تمام. وهنيجي بقى هنا يا سيدي عند الشخص ده، لو انت حاسس ان هو في بلور معمول له سيكه كده ممكن تيجي عند فلتر والشاربن مور، شايف الفرق يعني زي الفل. ودي ممكن تعملها في نفس في اي حاجه تقوي ايه الكواليتي بتاعتك. هنيجي عند الدراع كمان هنديله شاربن مور. طبعا كل حاجة هنعملها هنا لازم نروح نعملها في الدراع، بس خليني اقول لكم على حاجة. الدراع ده مثلا انا حابب اقص الجزء اللي فوق، يعني هقص كده، انا كل اللي عايزه بس الحتة اللي هي خارجة فوق المطعم اهو، وهتفهموا ليه دلوقتي انا عم بعمل كده. طيب خليني هاجي عند الصورة بتاعت الشخص ده. تمام. ممكن اعمل كوبي من نفس اللير حلو، وهعمل اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هعلي بس بلاش يعني مش عارف الخطوه دي هتبقى صعبه عليك ولا لا، بس مش يعني خلينا نعملها. هاجي كده عند الليفلز مثلا وهدوس كنترول الت جي عشان ادخل اللي انا هعمله جوه ايه جوه الشخص. هظلل بالشكل ده حلو، وشايفين الدراع هنا بدا يبقى معايا فاتح. انا سكت هنا ليه؟ عشان كنت حابب اعمل لكم الخطوه دي بطريقه اسهل، بس بصراحه مفيش اسهل بقى من الطريقه. فركزوا معايا كده، الليفلز اهو بدا ايه يظهر على الشخص ويبان ايه على الدراع. فهقول لكم هنعالج المشكله دي ازاي، خلونا بس نظبط الجزء ده. تمام. طبعا اللير بتاعت الدراع فين؟
اهي تمام. كل اللي انت هتعمله هتاخد كوبي من الليفلز دي وهتروح شددها لفوق الدراع وكنترول الت جي اهو اصبح هو كده نفس اللي احنا عملناه في الشخص نفسه هو هو اللي في الدراع بالظبط. طيب خلينا نروح عند الشخص اهو وممكن اعمل نيو لير وهجيب نفس الدرجة بتاعة الشمس اللي احنا جبناها وهبدأ بهدوء جدا يعني كمان لا خليني اقلل الفلو على قد ما اقدر اهو يعني 50 يعني الى حد لا 50 كتيرة برضو يا شباب 50 كتيرة جدا يعني خليني مثلا في الحتت دي اهو وهبدأ بالراحة جدا شايفين حتى لما باجي اهو امشي على الجسم من هنا ما بيدخلش في الدراع لان الدراع في اللير لوحدها فركزوا معلش في الحتة دي محدش يحاول يتوه اهو تمام. ممكن اقلل جدا هنا اتنين كويس عشان امشي على الوش بالراحة وما يصفرش مني قوي فاهمين يعني هي بقى التركية او التركيز يبقى هنا تمام. المناخير دي ممكن نصفرها من قدام شوية تمام. طيب خليني مثلا اقول ان انا خلصت هبدا اروح للسكرين او الكالر دوج. الكالر دوج كويسه جدا جدا طبعا انا كده داخل في الجسم بس على الهادي يعني مش قوي جدا يعني. فهعمل يعني هطلع اللير دي او خلينا اطلعها فوق الليفلز تمام وهعمل منها كوبي وهروح مطلعها لفوق الليفلز الموجود في قلب الدراع وهروح برضو كنترول الت جي فهيبدأ يدخل لي كل اللي انا عملته برضو في الدراع. معلش يعني ركزوا في الخطوات دي على قد ما تقدروا. طبعا لو في حاجات زايدة في اللايت اللي احنا عملناها تبدأ تمسح على الهادي برضو يعني ما تبقاش يعني انت فاهم بس يعني خلينا اقول ان احنا كده تمام الى حد ما يعني. طيب نيجي عند صورة السندوتش ده يبدأ نظبط الحجم والشكل والشغل بتاعه ده تمام. وهعمل نيو لير وكنترول الت جي عشان اللي هعمله يبقى جوه السندوتش. وهجيب اول حاجة البروش باللون الاسود وهتأكد ان الفلو هنا قليل مثلا 20 وهبدأ اغمق يعني ركز معايا انا هغمق منين. انا هغمق الاول من تحت عشان خاطر هو المفروض ورا المبنى فالمبنى مظلل عليه وهغمق من الجزء الشمال اللي تحت ده لان المفروض ان الشخص ده برضو مظلل عليه تمام. وممكن يعني خفيف هنا بقى مثلا 3 او 9 يعني حاجة تكون 3 كويس. هبدأ اغمق من الشمال على اساس ان مفيش اضاءة جاية من الشمال اصلا بس ما يكونش قوي يعني ما يكونش قوي زي اللي تحت لان هو مفيش ظل هنا اصلا فاهمني. فده كده تبقى ايه على الهادي يعني. هعمل نيو لير تانية وكنترول الت جي وهجيب المرة دي اللون اللي احنا بنشتغل عليه اللي احنا اصلا بنوزعه اللي هو ده وهبدأ ادي اضاءة هنا كده على الخفيف. طبعا الفلو قليلة فانت عشان كده ايه تحس ان انت مش شايف نتيجة لا بس النتيجة موجودة. وهنشوف الكالر دوج او السكرين لا الكالر دوج كويسة. وهبدأ امسح اللايت اللي زادت مني من تحت كده على اساس ان الظل يعني ايه يبقى باين اكتر تمام. تمام نفس الموضوع بقى هعمله برضو في الكنزاية او الكوكاكولا. هعمل كنترول الت جي اول خطوة هعملها هسود يبقى انا كل حاجة بمسكها بسود الشمال شوية حلو وارجع ايه نفس الخطوة بلاير جديدة اهو بنفس اللون اللي احنا بنوزعه تمام بس خلينا المرة دي عالي شوية اهو وهروح للكالر دوج او اشوف ايه اللي ممكن يبقى كويس السكرين كويس كده فاهمني. يعني انت ما بتوزع بس بنفس الطريقه اللي بتشتغل عليها الاول حاجه هي نفس الطريقه اللي بتبدا ايه توزع بها كل الحاجات او كل العناصر. هنيجي عند صوره الشخص تمام. هعمل نيو لير الاسود لان احنا نسينا نغمق الجزء ده بس لا دي زياده قوي الواحد كويسه. هبدا اهو
تمام. طبعا في اسود دخل جوه عينيه هبدا اشيله تمام، وكمان هقف تحت اللير بتاعته خالص يعني هنا كده اهو، هعمل نيو لير وهجيب او خليني اقف على اللير بتاعت الكنزيه يعني الكنزيه اهي، واللير اهو هدخلها جوه الكنزيه على اساس ان انا هعمل شادو لدراعه من هنا كده يعني. فوق دي الكنزيه، والله دي مش الكنزيه اصلا، الكنزيه اللي فوقها، انا اسف انا اسف جدا يا جماعه. خليني ارجع باللير دي اعمل لير جديده في الكنزيه نفسها، وركز معلش يمكن انا اللي مركزتش. ابدا ادي شادو خفيف خفيف جدا هنا كده اهو تمام، وهروح مكبر السايز شويه واحاول ازود الشادو ده اخليه نازل لتحت. فلما تيجي تبص كده معايا هتلاقي ان الشادو ايه يبان، يعني يبان ان هو واقع شويتين يعني، مش احنا بنسعى يا جماعة والله، والتوفيق بقى من ربنا. فخلينا اقول ان احنا كده ماشيين زي الفل. طيب هنيجي عند اللير بتاعت البيت كده، وهعمل نيو لير وكنترول الت جي، وهبدأ اعمل نفس اللي انا عملته بالظبط هو هو الموضوع بتاع الكنزاي. هعمل شادو لدراع الشخص واحاول ايه بالراحة، يعني شايفين انا بتكتك بالماوس ازاي على هادي، يعني احنا خد وقتك يعني، انا كده كمان شغال سريع يعني، انا لما بشتغل ديزاين لوحدي بصراحه ايه ببقى مركز كده وبديله وقت. هكبر السايز واخلي الشادو ينزل لتحت على اساس ايه ان هو يبان واقعي برضو شويه. طبعا لو تقيل شويه بالشكل ده حاول تقلله ما يبقاش اوفر يعني، بالله عليكم ركزوا في الاوفر وركزوا في ان انتوا تعملوا الحاجه ببساطه يا جماعه، ما تزودوش في الحاجات قوي وتبقى حاسس ان هي مش باينه فتروح مزود فالدنيا تخرب يعني. طيب انا حاسس ان اللايت بتاعت الجزء بتاع الشخص ده، يعني احنا عاملين اتنين لايت هنشوف هو انه فيهم ده، انا حاسه من تحت هنا فاتح قوي، فاحنا هنجيب الاستيكة اهو على طول يعني سهلة تمام. وهنجيب كمان اللير بتاعت الدراع، هنحاول نعمل نيو لير وهندخلها جوه، وبالبرش هبدأ اسود اخر الدراع من تحت علشان يبان الظل معايا بشكل احترافي اكتر. خطوات بسيطة لكن تفرق كتير. طيب خلينا اقول ان احنا كده تمام، انا حاسس ان اللايت اللي هنا زيادة فهقلل الاوبستي بتاعتها شوية، وممكن اطولها بالشكل ده وهرجعها كمان سيكا بس كده بس كده يا سيدي. طيب هاجي عند اللير بتاعة البيت، هعمل نيو لير جديدة وهاجي بنفس الدرجة بس هخليها رايحة للأبيض شوية، وهبدأ أمشي على الإيه البيت كده بالشكل ده على أساس برضو إن الإضاءة تبان إن هي متوزعة على البيت شوية، كمان هنا بالشكل ده أهو. بعد كده هروح أشوف إيه اللي ممكن يظبط معايا ايش يعني الهارد لايت كويس زي الفل. طيب خليني بقى اروح للجزء المهم والاهم. طيب هنطلع فوق خالص وهنعمل نيو لير، واول حاجة هعملها اروح مكبر السايز بتاعت البروش وهجيب الاسود، وبعد كده هعلي الفلو شوية وهروح شادد كده اسود اهو من هنا، وهروح شادد لفوق بالشكل ده، اكبر اشد وركز معايا اهو كنترول تي وهجيب الورد وهبدا اشد من فوق كده لتحت، شايفين بيعمل ايه اهو، عشان بس اهو يعني الشادو يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده، لذيذه يعني لذيذه اهو. هبدا اشد كمان عشان يطلع لفوق شويه زي الفل زي الفل. طيب ركز معايا في الخطوة اللي بعد الجاية، أنا في الخطوة اللي بعد الجاية إيه بس. طيب ركز معايا في الخطوة الجاية، أنا هقف عشان هعمل شادو للمطعم نفسه، فهعمل إيه؟ هقف على الأرضية بتاعت اللي إحنا جبناها في الأول خالص، وهعمل نيو لير، وهجيب البرش وهسحب، شايفين شكل الدايرة أهي؟ هروح شادد الجزء ده على أساس إن هو إيه يبططها لي يعني بالشكل ده، تمام؟ وهقلل بقى الفلو مثلا 6 عادي، وهبدأ أمشي على الحواف بتاعت المطعم، يعني ما اخشش لجوه كده لا، خليني امشي بس الاول على الحواف على اساس ان هو ايه ابين الظل بتاعه شويه على قد ما اقدر،
كمان هنا تمام. يعني خليني اقول ان انا ايه، ان انا كده يعني ظبطت الشادو بتاع البيت. طيب هعمل حاجة تانية، يعني هاجي عندي بقى اللير بتاعة البيت نفسها يعني هي اهي اللي هي في اهي تمام، وهعمل نيو لير وهدخلها عشان اغمق الجزء اللي هو فين، اللي هو تحت ده اهو، عشان يعني يبقى مندمج او هدمجه مع الظل اللي تحت منه، ما يبقاش هو فاتح والظل تحت غامق. تمام، التفاصيل دي مهمة جدا، ركزوا فيها، ربنا يبارك لكم جميعا. تمام اهو، وهنا كمان هظله، بس هنا اللير دي بتاعت الشجرة، يعني انا ممكن اروح لها لوحدها اهي، وهبدأ اجيب الاسود وهعمل نيو لير وهدخلها جواها عشان تبان اهو، وهبدأ اظلل الشجر يعني. تمام. طيب انا حاسس ان الـ دي الشجرة دي فاتحة قوي بزيادة، فاحنا ممكن نقللها، هجيب البرايتنس وكنترول الت جي وهبدأ اقلل اهو الشكل ده، وهاجي عند المربع الابيض ده وهجيب الاستيك احذف البرايتنس اللي انا عامله من اليمين فقط. ونفس الموضوع في الشجرة اهو، هجيب البرايتنس وكنترول الت جي وهروح مغمق حلو، واروح جايب الاستيكة دايس كليك على المربع الابيض وهمسح البرايتنس من على اليمين واخلي الشمال، وتبدأ شغال زي ما انت. طيب نيجي بقى عند الريتاتش البسيط اللي هنعمله للشخص ده، هقف على اللير بتاعته وركز معايا، هعمل نيو لير وهروح لإيديت، هختار فيل وهختار اللي هي الخمسين في المية جري تمام، والأوفرلي والأوبستي 100% ودوس أوكي، هيتحول معايا بالشكل ده. هاجي عند النورمال هنا وهختار الأوفرلي برضه تمام. ده ليه؟ عشان أنا دلوقتي همسك الدودج تول والبرن تول وهشتغل أغمق وأفتح والشغل ده، فتبقى فلير لوحدها وهيديني النتيجة الصح يعني في الآخر. فأنا همسك الدودج الأول وركزوا معايا يا شباب، اخلي مثلا هنا 25 او 27 براحتكم، وهبدا هنا اشتغل على الابيض فقط، يعني انا كده بدوس ابيض في الابيض تمام. كمان هنا في اليمين اهو بس على الهادي، يعني ما يبقاش برضو ايه، ما يبقاش قوي يعني، حاول تهدي الدنيا، هدي في الخدود الدماغ من فوق تمام. وهروح محول من هنا بدل الدوج هجيب البرن، البرن طبعا العكس يعني، هو هسود بقى، هبدأ بس اقلل عشان ما يتحرقش مني. وايه ده اللي اتحرق مني؟ مش عارف. طيب معلش محدش يركز، والله انا بسجل وانا تعبان ودنيا داخله في قلب بعضها. فخلينا اهو اغمق الحتت اللي هي واخده شادو. طبعا انا كده شغال بسرعة، والمفروض في الريتاتش ما ينفعش تشتغل بالسرعة دي، يعني حاول تدي ايه التفاصيل حقها على قد ما تقدر. وهمس هكبر السايز، هغمق البدلة اللي هو لابسها دي كلها كده. طبعا الدراع هيبدأ ايه ما يزبطش معايا، فهقولك تعمل ايه بعد ما تخلص نفس الخطوة بتاعت الليفلز اللي احنا عملناها تمام. خليني بس ايه اصغر السايز شوية واكبر الرقم ده شوية، على اساس ايه ان انا الملامح دي ابدأ اظهرها كده. هنا كمان هجيب الدوج هنور الصوابع يعني شوية تمام. طيب خلينا اقول ان انا خلصت نفس الموضوع، يعني هدوس كوبي وهروح واخده للدراع بتاع الشخص وكنترول الت جي. انا مش عارف هو ده الدراع اصلا يا جماعة ولا انا كده ماشي غلط ولا ايه، ثواني نرجع بس معلش. يعني هي اللير اهي، خلينا اطلعها لفوق خالص بالشكل ده واتاكد بس ان اللير بتاعت الدراع فين اهي، المفروض ان هي دي يعني ده اللير اللي احنا اشتغلنا عليه دلوقتي تمام، وده اللير بتاعت الدراع. فانا هاخد كوبي من اللير دي هرفعها لفوق للدراع وكنترول اهو كنترول الت جي، فيبدا ايه اللي احنا عملناه كله بقى موجود في الدراع وفي الجسم كمان. فخلينا اقول اوكي تمام ونرجع للصور. هاخد شكل السموك دي وهطلع بس فوق خالص
وهروح سايبها هنا كده، خلينا صغر شوية، وهاخد منها كوبي وهعكسها الناحية التانية، تمام، وهمسك الاتنين هعمل لهم ميرج وهجيب السكرين، بعد كده هكبر شوية وهقلل الاوبسيتي بالشكل ده، وممكن اخد كوبي منها انزلها تحت اللاير بتاعة البيت. مش عارف انا ليه بقول عليها بيت يا جماعة، هو مش بيت والله، معلش يعني انا اسف. اهو شايفين، يعني شايفين السموك فين، يعني حركة بسيطة كده. همسك الاستيكة، هقلل الفلو شوية، هتفهم ليه دلوقتي. انا عايز امسح اخر السموك من تحت بالشكل ده، خلينا اقول اوكي. نيجي بقى عند الخطوة اللي بعد كده، وهي التون بتاعت الديزاين بتاعتي. طيب انا هعمل ايه؟ انا هقف عند اول لير فوق، وهاجي عند الكالر لوك اب، وهنبدأ نختار مثلا الكالر دي عن اللي هي الليل شوية، تمام، وهبدأ مثلا اقلل في الرقم ده، وخلينا اشوف ايه هنا اللي ممكن يظبط. غالبا هيكون اخر واحدة هي افضل واحدة، بص حاجة كده سريعة وشكلها كويس، تمام. الخطوة اللي بعد كده هجيب الكالر لوك اب برضو، ونشوف حاجة تانية تكون مدية الصفار، يعني تديني اصفر، اللي هو ده، تمام. وهبدأ اقلل الاوبستي بتاعته على اساس ان هو ايه، يديني الشكل العسل اللي انت شايفه ده. ومن هنا ممكن اجيب السوفت لايت، بس اقلل شوية الكلام ده، وممكن كمان اقلل الكلام ده، تمام تمام. طيب بعد كده خلينا نروح لل نشوف ايه اللي ممكن نحتاجه تاني من هنا. الفوتو فلتر مثلا، وهبدأ اختار حاجة تظبط معايا. يعني دي كويس، بص كده، يعني عطا برتقالي خفيف قوي يعني. طيب اوكي، خلينا نروح تاني للساتوريشن مثلا، خلينا نشوف ممكن نطلع منها بحاجة. يعني حاول ما تخليش الشخص لا محمر كده ولا مصفر كده، يعني خليه في الطبيعي بس يعني على الهادي. بالله عليكم في الحاجات دي يا جماعة، يعني على الهادي خالص، لان انا بشوف حاجات بصراحة احيانا بتبقى مصفرة جدا وبتبقى شكلها غريب قوي يعني. طيب هاجي عند السيلكتف كولر، وهمسك بقى واحدة واحدة من اول الرصاصي كده اهو، وركزوا معايا. انا ببدأ ايه برضو امشي على مهلي، تمام، وبعد كده هروح للابيض. الحاجات دي مش ثابته والله، على حسب عينيك، على حسب عينيك، تمام، وعلى حسب التون اللي انت حابب انها تخرج في الديزاين. يعني خلينا ايه اشوف، متهيألي اللون ده مش موجود في الديزاين، فها ايه مش هيبان معايا في حاجه. طيب نيجي مثلا اللون الازرق، تمام. طيب نيجي للون الفيروزي ده شوية، تمام. طيب نيجي للأخضر، ممتاز اهو، تمام اوكي. نيجي للأصفر، ابدا بقى ايه اركز على الاصفر بتاع الساندوتش وبتاع الاضاءه المتوزعه كلها، وركزوا يا جماعه ركزوا على الهادي، يعني على الهادي. وبعد كده ايه الحاجات اللي احنا شايفينها بقت زياده نحاول نقلل، ونيجي عند الاحمر، طيب زي الفل. انا اول حاجة حسيت ان هي اوفر شوية او زيادة، تمام، هي ثواني اتأكد بس ان هي ولا لا. الريتاتش اللي احنا عملناه للشخص ده محتاج ان هو يقل شوية اهو، يعني ما يبقاش قوي قوي كده بالشكل ده. ممكن كمان الفلو هنا اخليه واحد، وبالاستيكة ابدأ احذف ايه الاسود شوية يعني عشان ما يبقاش زيادة. تبص كده هتلاقي ايه ان النتيجة بدأت تظبط.
طيب زي الفل. نعمل ايه بعد كده؟ هنروح هنا كده ونقف ونجيب الكالر بالانس ونبدأ برضو على قد ما نقدر نبقى شغالين شادوز. زي الفل زي الفل. طيب انا حاسس ان هنا اللايت دي قوية قوي، تمام، محتاج ان انا اقلل الاوبست شوية بالشكل ده، وكمان الشادو بتاع الساندويتش اللي انا عملته ده حاسس ان هو زيادة. منين؟ من هنا كده هعلي الفلو شوية وهبدأ احذف اهو كل اللي تحسه زيادة. عيش يعني، ابدأ اظبط دنيتك لان في اخطاء انت بتشوفها بعدين. طيب خلينا اقول ان انا كده تمام. هاجي عند اللاير بتاعت البيت، فين 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 اهو، وهمسك بقى الكلمة دي بالماجيك كده، هعمل عليها سيليكت كلها اهو. يعني خلينا اقرب بس عشان اشوف انا بعمل ايه اهو اهو، وهاخد منها كوبي وهروح كنترول الت جي ادخلها تاني عشان كل اللي انا عملته ده ما يخرجش بره يعني، وكليك يمين اروح جايب هنا مثلا، هخلي اللون ده ما يكونش بقى الاصفر، لا هخليه يكون الابيض، الكلمة البيضة هبدا ازوده ازوده، خلينا اقول اوكي، هعمل نيو لير وهجيب البرش البيضة ورايحة للأصفر سيكا، تمام، وهبدأ ايه اعلي الفلو هنا وادي كليكات كده خفيفة في الحتة دي، وبعد كده كليك يمين واختار اول اختيار والت وهدوس على المثلث ده هيتقسم نصين، هروح ساحب اليمين دي شوية يعني اهو، شايفين بيعمل معايا ايه؟ بيدمج لي الليلة كلها اهو، وهدوس له اوكي، فتيجي تبص كده كويسة، بس ممكن بالاستيكة امسح من النص على اساس ان انا ابين برضو الكلمة بالشكل ده اهو. طبعا ايه عملت شكل كويس ولذيذ قوي. نفس اللي عملته في الكلمة دي هعمله في نفس باقي الحروف برضو كوبي. شايف انت لما بتعمل كوبي منها في حاجات بتبدأ تبوظ، فانت لو دوست كنترول الت جي عشان تدخلها تلاقي كل حاجة رجعت زي ما كان، ونفس الموضوع اهو، بس المرة دي مش هيكون ابيض هيكون اصفر، تمام. ومن هنا خلينا زي ما احنا اوكي مفيش مشكلة، هعمل نيو لير وهخلي البرش المرة دي بدل بيضة تبقى بس اصفر، وهدي كليك هنا كده دبل كليك اهو، تمام، وهبدأ اشوف ايه اللي ممكن يديني اللايت بالشكل المظبوط الاوفرلي كويس. اكبر بس بالشكل ده، ممكن اعمل واحدة كمان تديني الشكل الابيض شوية، وهدي كليك خلينا ابيضها تاني على اساس بس ان انا ايه ابين ان هي اكنها منورة يعني على قد ما اقدر اهو، تمام، وبالاستيكة ممكن نحذف حاجات خفيفة يعني. طيب نفس اللي انا عملته هعمله برضو هنا، مع ان هنا مش محتاجة والله، بس خلينا نعملها لان اصلا هي منورة جاهزة يعني. اهو تحس ان هي مش باينه قوي ازاي عشان اصلا هي في لايت موجوده، ونيو لير، تمام. خلينا نطلع فوق خالص هنا كده، هعمل النيو لير هنا اهو اهو، وهشوف اللي ممكن يظبط معايا. ماشي خلينا في السكرين مفيش مشكله، هقللها بس شويه، ممكن نيو لير كمان، وهعمل واحدة هنا تبقى فوق خالص عشان الشادو، بس انا حاسس ان هو مغطي على عليها قوي زيادة عن اللزوم، فاحنا ايه اهو نبدأ نظهرها بالشكل ده. اوكي جدا اوكي جدا جدا يعني. بس فطبعا اي حاجة انت حاسس ان هي زيادة يعني، انا مثلا شايف برضو كل مرة تحس ان انت بتشوف حاجة يعني غير اللي فاتت، فانا حاسس هنا بايه
اهو انك حاسس ان الاصفر ده داخل على الوش قوي يعني، هبدأ امسحه اهو. بس يعني يا رب يكون الديزاين عجبكم، مستني رأيكم في الكومنتات. اتمنى ما يكونش فيه اي صعوبة في الخطوات. اشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.